اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، مره اخرى هنستقبل تليفونات حضراتكم من دلوقتي حتى نهايه هذه الحلقه. بس قبل ما استقبل التليفونات خلوني اقرا بعض التعليقات على التشكيل الامثل لمنتخبنا القومي من وجهه نظر حضراتكم. حمدي بيقول: اقولها دائما، التشكيل الامثل هو من يضعه المدير الفني، وبعد نجاح لكوبر انا غالبيه المصريين المحللين تقريبا بيتوصلوا لنفس التشكيل. اتمنى ان ينتهي هذا الحلم الجميل بكأس البطوله. ابراهيم الضبع بيقول: السلام عليكم ورحمه الله، احب اسلم على كابتن اسلام حبيبي وبسلم عليك شيف وليد ملك ماشي، الكابتن سمير زي صانع السعاده، اشكرك جدا يا ابراهيم. كيرو بيقول: حضري علي جبر، حجازي، فتحي، عبد الشافي، طارق، حامد، النني، عبد الله سعيد، تريزيجيه، صلاح، ورمضان مهاجم. كاجو علام بيقول: الحضري وجبر وحجازي وفتحي وعبد الشافي. خلاص يبقى في ناس كده حاطه ان فتحي يرجع ناحيه اليمين زي ما كان، وعبد الشافي يرجع من الاصابه لان هو بيقول ان هو اتمرن النهارده، وصلاح وحامد او طارق حامد وصلاح والنني وتريزيجيه وعبد الله سعيد كده فاضل واحد، هو كاتب صلاح مرتين، قصده ابراهيم صلاح مثلا وحامد والنني، بيلعب ثلاثه في منتصف الملعب. ده كوجو علام ماشي. كيمو مانشستر بيقول: طيب خلينا ناخد اول تليفون معانا، ابراهيم من المعادي، اتفضل يا ابراهيم. الو، اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا ابراهيم. والله العظيم يا كابتن، والله العظيم والله العظيم فرحان، كل الفرح اللي انا بخليلك. اشكرك اشكرك يا حبيبي. بكره وجهه نظرك في المنتخب ايه؟ ان شاء الله مصر هتكسب 2-0. متفائل يا ابراهيم؟ طبعا 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 طبعا. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه يا كابتن اسلام؟ ليه؟ عشان احنا غلابه. عشان احنا غلابه. غلابه وطيبين وقريبين من ربنا. ربنا ربنا دايما دايما بيجي هنا مش هيكتفنا ابدا. اشكرك يا ابراهيم. عايز تقول حاجه ثانيه يا ابراهيم؟ انا عاوز اقول حاجه بس. اتفضل يا ابراهيم اتفضل. ربنا يوفقني ان شاء الله يا رب، واتقابل مع حضرتك بعد مصر ان شاء الله. ابراهيم تنورنا، وهنجيبك هنا ان شاء الله تحتفل بفوز منتخبنا. اشكرك يا ابراهيم. مصطفى من الجيزه، اتفضل يا استاذ مصطفى. الو الو. طيب مصطفى من المنيا، استاذ مصطفى ازي حضرتك؟ عامل ايه يا كابتن اسلام؟ اهلا بيك يا استاذ مصطفى، اتفضل يا فندم. كابتن اسلام انا نفسي العب كوره يا كابتن اسلام. نعم؟ نفسي العب كوره. نفسك ايه؟ العب كوره. طب تعالى احنا عندنا هنا الملعب، وبص الحته دي فاضيه ممكن نلعب فيها انا وانت ونجيب الناس احنا عندنا هنا مفيش ملاعب. الملعب عندك كام سنه انت يا مصطفى؟ عندي 19. كم؟ 19. 19 سنه ما لعبتش كوره طول عمرك؟ ها؟ لا بلعب يا باشا، بلعب على طول، بس هنا الاستاد هنا طب الارض، مفيش استاد هنا في المنيا. نتمنى لك يا رب التوفيق يا مصطفى، وهنشوف الموضوع ده. لكن اسالك على المنتخب، رايك ايه بكره في المنتخب ان شاء الله؟ باذن الله باذن الله نلعب الكاس باذن الله. مين اللي هيلعب يا مصطفى بكره؟ مصر والكاميرون. لا انا عارف ان مصر هتلعب الكاميرون، مين اللي هيلعب في منتخب مصر يعني؟ هيلعب ازاي يعني؟ يعني التشكيل اللي هيلعب مين؟ لا والله لسه ما عرفتش حاجه. نعم. مين؟ انت كابتن اسلام مفيش يعني اي نادي كده انت تدخلني فيه يعني؟ طيب اشكرك يا مصطفى على وجودك معانا. معانا ايضا مصطفى من الجيزه، ارجع لنا تاني. ازيك يا مصطفى؟ اتفضل. الو الو. كريم؟ طيب واحنا معانا كريم برضو، بناخد تاريخ مواجهات مصر والكاميرون خلال السنوات الاخيره، هنعرضه برضو لحضراتكم. اتفضل يا كريم. ازي حضرتك يا كابتن؟ اهلا بيك يا كريم. اهلا وسهلا كابتن اسلام. اهلا بيك. ان شاء الله باذن الله النصر المنتخب بكره 2-0 على المنتخب الكاميروني طبعا ان شاء الله. مين هيجيب الجوان يا مصطفى كريم؟ ان شاء الله باذن الله يعني عبد الله السعيد والمهاجم بقى اللي هينزل فيرود. طب مين اللي هيلعب يا كريم فيرود؟ هو بصراحة يعني أنا أعتقد إن هو ممكن ينزل عمرو وردة فيرود يا إما رمضان صبحي. مين من وجهة نظرك أحسن؟
من وجهة نظري احسن يعني رمضان صبحي بصراحة ممكن ما اشوفوش فيرود، ممكن عمرو وردة. عمرو هو اللي يلعب يعني؟ عمرو وردة. على الرغم من معلش ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. عن اصابة احمد حجازي بس، لان ده اهم واحد. احمد حجازي يعني كان معانا من شويه ياسر عبد العزيز، لو اتفرجت على بدايه البرنامج من الجابون قال لنا ان احمد حجازي يعني حاجه بسيطه جدا وهيبان بكره الصبح ان شاء الله، هيتعمل له اختبار اذا قدر ان هو يكون يلعب هذه المباراه فهيلعب، ما قدرش يبقى يعني هيبقى في حد تاني مكانه. لا ان شاء الله باذن الله خير لكابتن احمد حجازي، انا زملكاوي بس بحب كابتن احمد حجازي جدا وكابتن عبد الله السعيد. ان شاء الله خير لكابتن احمد حجازي لانه هو عنصر مهم في المنتخب في الدفاع هو كابتن. مظبوط مظبوط. اشكرك اشكرك جدا يا كريم. رجع لنا مصطفى من الجيزه، ولو قفلت او لو اتقفل التليفون عليك ماليش دعوه يا مصطفى. يا كابتن اهو الحمد لله. اتفضل يا مصطفى. الحمد لله بدل مجهود كبير عشان اكلمك والله. اتفضل يا مصطفى. الله يخليك. بقول لك احنا فخورين جدا باداء المنتخب واللعيبه من حيث الروح والانضباط التكتيكي. انا شخصيا حاسس ان انا بتفرج على المنتخب الايطالي. اما بالنسبه منتخب الايطالي بيلعب. نعم. اما بالنسبه لنسبه الفوز فانا اعتقد ان شاء الله هي 50-50، بس طبعا احنا عندنا امل كبير في ربنا. بالنسبه للعيبه انا بتمنى طبعا من وجهه نظري ان احمد فتحي يدانه في الناحيه الشمال والمحمدي في الناحيه اليمين. لازم يلعب اللعيب الجاهز، ما ينفعش نغامر بلعيب يكون عنده يعني مصابة. يعني لو حجازي مصاب ما يلعبش حتى لو كابتن حجازي لو مش 100% ما يلعبش. سعد سمير يلعب، اي حد اللاعب السليم هو الافضل. انا بالنسبه لوجهه نظري في الهجوم ان تريزيجيه يكون على الشمال ورمضان صبحي على اليمين ومحمد صلاح هو الاسترايكر هو اللي قدام. عمرو ورده لسه صغير مش كبير جدا، وطبعا تمنياتنا بالفوز وان شاء الله ان شاء الله نحتفل مع بعض باذن الله. اشكرك. ان شاء الله نحتفل وهنعمل بكره مفاجآت كثيره جدا. عندنا بكره ان شاء الله حلقه استثنائيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبقى بفوز منتخبنا القومي، وعاملين لكم كده حاجه ان شاء الله تكون جميله وحضراتكم تستمتعوا واحنا دايما بنستمتع بوجودكم معانا الحقيقه. مين طه من المنيا؟ اتفضل يا استاذ طه. قفل. معلش معلش نجيب تاني. محمد بن المنصوره اتفضل يا استاذ محمد. الو الو. ايوه يا استاذ محمد اتفضل. انا كابتن اسلام. اهلا بيك. اهلا وسهلا. حبيبي يا كابتن. الله يخليك يا محمد. عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام يا كابتن. طيب قول لي رايك بكره في المنتخب، ومتفائل ولا متشائم؟ التشكيل اللي هيلعب مين؟ والله يا كابتن انا بص يعني نفس تشكيل الماتش اللي فات. من غير كهربا بس. من غير كهربا واكيد عمرو ده، لان عمرو يعني سريع وخفيف. يعني هيأدي احسن رمضان في حكايه المهاجم يعني. نعم. رمضان يبقى رابحه لان الفرقه كلها مصاب. ولو حجازي مصاب سعد سمير ولا احمد دويدار اللي يلعب؟ لا سعد سمير اجهز. سعد سمير اجهز من احمد دويدار. عشان بيلعب يعني بصفه مستمره مع النادي الاهلي. هيلعب ان شاء الله. ان شاء الله يعني بكره هيبان يعني حتى الان. وبالنسبه لحضر كابتن سليم. بالنسبه لمين؟ حضر. لا الحضري زي الفل الحمد لله. ما تقلقش على الحضري. ما تقلقش على الحضري. السد العالي طبعا. طبعا. اشكرك اشكرك يا حبيبي على وجودك معانا. احمد علي بيقول الحضري المحمدي جبر حجازي فتحي النني طارق حامد محمد صلاح السعيد تريزيجيه ورده مهاجم. احمد البصل الكينج بيقول العصام الحضري حجازي جبر فتحي المحمدي طارق والنني وصلاح وتريزيجيه والسعيد ورمضان صبحي. عادل صقر بيقول الحضري محمدي جبر حجازي فتحي النني طارق حامد محمد صلاح السعيد تريزيجيه ورده مهاجم. طيب يعني ده برضو في ناس كتيره حتى عمرو ورده كمهاجم. مصطفى سعيد بيقول يا رب نفوز 1-0 ونرجع بالبطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. احمد كوماندا الحضري المحمدي جبر حجازي فتحي النني طارق رمضان عبد الله تريزيجيه وصلاح. حوكا بيقول مفيش امثال اللي مش مصاب يلعب. مش فاهم حوكا، بعت لنا تاني قول لي يعني ايه رايك. مش قصدي مش فاهم. احمد محمد منعم بيقول كوبر له 3 مباريات نهائي وخسرهم وجد دور علينا، ربنا يستر. ماشي. محمد من الاليوبيه اتفضل يا محمد. صباح الخير يا كابتن اسلام. صباح الفل يا محمد، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. متفائل ولا متشائم؟ لا طبعا لازم نتفائل. ربنا ايوه كده صوتك واطي، انا عايزك صوتك يعلى كده. ربنا مش هيكسب 2.5 مليون مصري.
لو فيهم حتى مليون واحد فيهم اخلاص بهم وربنا، ربنا يكرمنا ان شاء الله. طيب والناس متشائمه في موضوع كوبر، بقاله اربع بطولات نهائيات ما كسبش فيهم. امر الله بكره يبقى النصر حليف المنتخب ان شاء الله. ربنا يخليك يا محمد، اشكرك، وان شاء الله بكره عندنا حلقه استثنائيه تكلمونا برضو نهنيكوا على اداء المنتخب. معانا ايضا حماده من رشيد، اتفضل يا حماده. كابتن اسلام ازي صحتك؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك وصلت الفضل يا كابتن اسلام. الله يخليك يا فندم، اتفضل. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، ان شاء الله ان شاء الله فوز مصر بكره يا كابتن اسلام. بس عايز اسال عبد الشافي جاهز ولا لا يا كابتن اسلام؟ والله هم بيقولوا ان هو نزل التمرين النهارده ولكن يلعب او ما يلعبش، دي بقى مش عارف هل هيكتور كوبر هيلاعبه ولا هيلاعب احمد فتحي ويلاعب ناحيه الشمال ويلاعب المحمدي ناحيه اليمين، يعني مش عارفين لسه الحقيقه ايه اللي هيحصل. انت رايك ايه طب يا احمد؟ والله لو جاهز 100% يا كابتن اسلام الشارق، لو جاهز لو كامل 100%. اه انا شايف كده. لو عموما المهم نكسب بكره وخلاص يا حماد. طيب معانا ايضا عمرو من البحيره، اتفضل يا عمرو. ازي حضرتك كابتن؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا يا عمرو، اتفضل يا حبيبي. ان شاء الله مصر كسبانه بكره 2-0. ايوه كده، عايزين بقى صوت التفاؤل والروح الحلوه دي. متخيل ان شاء الله مصر هتكسب بكره وهنفرح كلنا، الشوارع هتبقى مليانه بكره ان شاء الله. هتعملوا ايه في البحيره؟ ان شاء الله هنتجمع كلنا في مركز معين. هنشغل وهنهيص وهنشغل اغاني وطنيه وهنفرح. بتتجمعوا فين؟ يمكن نبعت لكم كاميرا بكره. تتجمعوا فين؟ في المطامير. في مركز ابو المطامير؟ وبتعملوا ايه بقى يعني بعد الماتش ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله ومصر تكون فازت بهذه البطوله، بتعملوا ايه بقى؟ بترقصوا بتغنوا؟ يعني احنا مش عايزين نحتفل بدري، خلينا بكره احسن ان شاء الله. هنعجل بس عشان ما نقطعش وهنكسب ان شاء الله بكره يا رب. مين اللي هيلعب بكره يا محمد؟ ان شاء الله باذن الله. انا بعتقد ان محمد صلاح هيبقى في الهجوم احسن، بسرعته هيقدر يعمل فارق. ورمضان صبحي اللي هيلعب يعني؟ رمضان صبحي هيلعب هو كمان بدل عمرو والده. وبقيه الفرقه زي ما هي ان شاء الله زي ما هي، ويا رب نطمن على الكابتن احمد حجازي. بكره الصبح ان شاء الله اعتقد ان يعني كان معانا ياسر عبد العزيز وقال ان بكره الصبح ان شاء الله بكره هيتم تحديد موقف احمد حجازي ان شاء الله. بابا عايز اكلم حضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا يا فندم. مين معانا الاول؟ معاك لطفي جاب الله من البحيره. ازيك يا استاذ لطفي، ازي حضرتك يا فندم؟ حضرتك الله يبارك فيك. ان شاء الله باذن الله كده نفرح زي ما فرحنا في الثلاث بطولات مع الكابتن حسن شحاته. وتفرح مصر كلها. وبعدين الكوره بتجمع الشعب المصري كله. ايوه. وكل الشعب بيبقى فرحان، واحنا محتاجين الفرحه دي بعد الـ يا رب. ومحتاجين الفرحه دي والشعب محتاجها جدا. انت متخيلش في الماتشين او الثلاث ماتشات اللي فاتوا كميه الفرحه اللي في وجوه المصريين، ويباركوا بعض ونقعد على القهاوي اللي عرفوا وما عرفوش، الجون يجي نقوم نحضن بعض. بقول لك شعب، وهو شعب جميل يستاهل الفرحه والله. يا رب يا استاذ لطفي، اشكرك، وان شاء الله بكره يعني ان شاء الله ان شاء الله نحتفل مع حضراتكم. زي ما قلت لكم عندنا حلقة استثنائية إن شاء الله إن شاء الله تكون بسبب فوز منتخبنا القومي بالبطولة الأفريقية. مين معانا؟ محمد من الغربية، اتفضل يا أستاذ محمد. إن شاء الله مصر هتكسب بكرة 2-0 يا كابتن. أنت حافظ يا محمد ولا إيه؟ اصبر واحدة واحدة، قول لي إزيك وأرد عليك أقول لك كويس. إزيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل إيه يا حبيبي؟ كله تمام؟ أنت إيه اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ أنت عندك كام سنة الأول؟ 15. كام؟ 15. معلش احنا النهارده هنفوته عشان احنا بكره كلنا ما حدش هينام النهارده مستنيين مباراه مصر بكره. هتعمل ايه بكره يا محمد قول لي؟ هنزل احتفل ان شاء الله لو فزنا. نعم؟ هتنزل تحتفل بالفوز يا رب يا محمد ان شاء الله. اشكرك اشكرك يا محمد على وجودك معانا. ايضا محمد من كفر الشيخ، اتفضل يا استاذ محمد. الو الو. ازيك يا كابتن؟ اهلا. لا بص انا عايز الصوت كده ايه لعلع، عايزين نتبسط عايزين نفرح. بس حضرتك كابتن صباح الفل، ازيك يا محمد؟ الحمد لله حبيبي يا كابتن. الله يخليك يا حبيبي، الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام 100% يا كابتن. كفر الشيخ هتعمل ايه بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله نفوز من غير حاجه خالص. لا يعني انتوا في كفر الشيخ بتعملوا ايه بقى لو ان شاء الله ربنا كرمنا وبكره وكسبنا هذه المباراه؟ بنحتفل وبنروح المراكز اللي هي الام للمحافظه، وبنحتفل بالاعلام بيبقى جمهور كبير برضه. بيبقى جمهور كبير يعني في الـ في الـ في كفر الشيخ طبعا. تفتكر ان شاء الله ان متفائل ولا متشائم يا محمد؟ جدا متفائل جدا جدا. انا كنت عامل مداخله مع حضرتك قبل الماتش اللي فات برضو. طيب الحمد لله وكسبنا وكسبنا الحمد لله. معلش عندي استفسار بسيط بس يا كابتن. اتفضل يا فندم.
معلش بس انا هخرج عن الموضوع. في ماتش السوبر كابتن محمود جنش كان موقوف 4 ماتشات. نعم. عشان كان زق ورق من المباراه تقريبا في ماتش القمه الاخير. طب هو ده وقته يا محمد ان احنا نتكلم على ماتش السوبر؟ معلش يعني استفسار بسيط بس معلش. هو ازاي موقوف وازاي هيلعب الماتش؟ مين قال لك ان هو موقوف ومين قال لك ان هو هيلعب الماتش؟ هتاكد لك من هذا الموضوع. قول لي التشكيل اللي هيلعب بكره مين يا محمد؟ ان شاء الله الاسطوره عصام الحضري. احمد المحمدي. احمد فتحي. رمضان صبحي ولا عمرو ورده؟ لا طبعا انا من رايي رمضان صبحي. تمام. اشكرك يا محمد. ايضا عبد الفتاح من القاهره. اتفضل يا استاذ عبد الفتاح. مساء الخير يا استاذ. الو مساء الخير. مساء الخير. تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك يا فندم. تحيات حلوه يا استاذ دي. انا من زمان ما سمعتش كلمه يا استاذ. يا كابتن اسلام يا جميل. معاك عبد الفتاح حامد اللي مره قلت مع حضرتك شعر للفريق وهنقول تاني ونفرح تاني. انا على فكره مسرور من رايك اللي قلته في اللاعب اياه اللي ما تفرجش. احنا 90 مليون هنتفرج. لا هو باسم طلع اعتذر وقال ان هو يعني في اوقات معينه كده لكن هو بيشجع مصر وكذا. معلش احنا ساعات بنبقى كويس يا استاذ عبد الفتاح على فكره. ان انت فتحت الموضوع ده هو لان انا كنت عايز اتكلم فيه. هو مصري عموما. فاحنا هنقول للعيبه وانتم مسافرين خليكم فاكرين انكم شايلين اسم الغاليه مصر. قلوبنا هتسبق خطويكم والمولى بعونه يقويكم والدنيا كمان هتحييكم وانتم مسافرين خليكم فاكرين. أيوة. انكم شايلين اسم الغاليه مصر. هتشوفنا الدنيا وتسمعنا ويقولوا برافو يا فرعنا والفرحه معاكم هتجمعنا وانتم مسافرين خليكم فاكرين انكم شايلين اسم الغاليه مصر. مصر اسم غالي علينا قوي يا استاذ اسلام. يا كابتن اسلام حلو يا استاذ. مشيها ماشي اتفضل يا استاذ اسلام. مصر غالي علينا قوي حبيبي. اشكرك يا عبد الفتاح على وجودك معانا. فؤاد من العاشر من رمضان. اتفضل يا استاذ فؤاد. الو كام. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. الله يخليك. انا كنت خشيت معاك بعد اوغندا على طول يا كابتن. قلت لك انا متفائل. يا رب تخش بينا. تخش كل مره مفيش مشكله. احنا دلوقتي اهو التفاؤل وصلنا لله وان شاء الله بردك ناخد النهائي ونفوز باذن الله. يا رب ان شاء الله. رمضان صبحي ولا عمرو ورده؟ بتمنى رمضان صبحي. تتمنى رمضان صبحي؟ ها بتمنى رمضان صبحي يلعب من اول المباراه بصراحه يعني لان هو الماتش اللي فات بردك كان هو بردك عمرو ورده كويس يعني انا مش ناقص منه. مظبوط يعني هو لعب كويس في رمضان صبحي يعني مع الاجسام بتاعت الكاميرون ومع كده يلعب اكتر واحسن. فانت حضرتك شايف ان رمضان صبحي متفائل ولا متشائم؟ ما انا عارف ان انت متفائل على طول يا استاذ. جدا انا شايف كومر بيلعب بطريقه كويسه جميله ماشي واحده واحده مع الفريق بصراحه. طريقته كويس عجباني. ايوه خدت بال حضرتك. وبعدين موظف اللعيبه بطريقه صح بصراحه. عجبني الفريق عجبني كوبر. اموره ممتازه رجالنا عهد العظمه بتاعكم كده وابو تريكه والجماعه دي الله يكرمهم. ربنا يخليك. اشكرك يا استاذ فؤاد على وجودك معانا. انا مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع لان طبعا يعني بعض جمهورنا من نادي الزمالك زعلان ان انا قلت على باسم مرسي هذا الكلام. الحقيقه في بعض الاوقات يا جماعه يعني الناس بتبقى ومهم جدا ان انا اتكلم معاكم في هذا الموضوع. طيب خلينا بس نكمل التليفونات وبعدين هقول لكم هذا الموضوع ايه. احمد من القاهره. اتفضل يا استاذ احمد. الو. طيب بقية محمد السيد بيقول التشكيلة مصر هتفوز بكرة يا كابتن اسلام. حجازي جبر فتحي عبد الشافي طارق حامد النني صلاح تريزيجيه السعيد وردة. احمد رجع لنا تاني. اتفضل يا احمد. اهلا يا كابتن. اهلا يا ابو حميد. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ عندك كام سنة؟ 10. 10؟ طب يا حبيبي انا مش هسألك لسه صاحي لان احنا مصر كلها صاحيه النهارده لغايه بكره ان شاء الله وبكره كمان هنفضل صاحيين. طبعا لازم نفضل صاحيين. يا حبيبي عايز يعني متفائل ولا متشائم يا يحيى؟ لا طبعا متفائل ان شاء الله ونكسب 2-0. هنكسب 2-0. طب مين اللي هيجيب الاجوان؟ عبد الله السعيد عشان ضربه الجزاء اللي ضيعها. ايوه ومثلا رمضان صبحي ومحمد صلاح.
مثلا رمضان صبحي او محمد صلاح، مين اللي هيلعب تفتكر، مين اللي هيلعب بكره يا مثلا؟ علي جبر واحمد فتحي وحجازي وسعد سمير سعد سمير تمام، ومحمد النني وطارق حامد ومحمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد ورمضان صبحي. تمام، اشكرك يا ابو حميد على وجودك معانا. مش هقول لك نام الحقيقه، لان انا حتى اولادي ما بقولهمش ناموا اليومين دول احتفالا، او الحقيقه النهارده الناس كلها زي ما حضراتكم شايفين قلقانين الحقيقه، يعني ناس مبسوطه جدا بوصول منتخبنا القومي للمباراه النهائيه، وفي نفس الوقت ايضا الناس نفسها ان منتخبنا بكره يفوز، علشان زي ما حضراتكم شفتوا يعني ناس كلمتنا من كفر الشيخ ومن البحيره ومن الغربيه ومن العاشر ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كل الناس اللي بتكلمنا بتقول لنا ان بكره ان شاء الله هيبقى في احتفالات كبيره جدا من في بعد فوز منتخبنا القومي، يا رب ان شاء الله. عبد الله من الغربيه، طب يعني انا عايز اقفل الحلقه يا جماعه، يعني عبد الله من الغربيه اتفضل يا عبد الله. الو كابتن اسلام، اهلا وسهلا، صباح الفل، اتفضل يا استاذ عبد الله. ازيك يا كابتن اسلام؟ نعم، بقول لك حضرتك الماتش الساعه كام بكره؟ الساعه 9، الساعة 9 بكرة إن شاء الله بتوقيت مصر. ماتش الزمالك يوم الجمعة مع الأهلي الساعة كام؟ تصدق بالله؟ أنا ولا أعرف ماتش الأهلي والزمالك ده يوم إيه، الساعة كام؟ أنا أعرف إن هو يوم 10. الساعة كام؟ محدش بيفكر دلوقتي، هو الساعة 6 عموما، هم قالوا لي في وداني دلوقتي إن هو الساعة 6، لكن محدش بيفكر إن الماتش يوم السبت الساعة يوم 10 الساعة كام؟ كل الناس بكره، يعني نبتدي بقى من بعد بكره ان شاء الله نتكلم عن الاهلي والزمالك ومباريات الاهلي والزمالك يا عبد الله. توقع النتيجه كده بكره يا عبد الله. ان شاء الله مصر هتكسب بكره 2-0 ان شاء الله. مصر هتكسب، مين اللي هيجيب الاجوان؟ ان شاء الله اللي هيجيب الاجوان محمد صلاح وعبد الله السعيد. اشكرك يا عبد الله. اخر تليفون احمد من اسيوط، اتفضل يا ابو حميد. الو. اهلا يا ابو حميد، ازيك يا حبيبي؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا اتوقع النهارده الماتش هيخلص 2-0 ان شاء الله لمصر. ايوه، ومين اللي هيجيب الاجوان يا احمد؟ اللي هيدخل الاجوان ان شاء الله رمضان صبحي، ان شاء الله اللي هيدخل الاجوان رمضان صبحي وعبد الله السعيد. وعبد الله السعيد، تمام. عايز تقول حاجه ثانيه يا احمد؟ انا نفسي كوبر. انا عايز بس كوبر يلعب على يعني يعتمد، ما يعتمدش على محمد صلاح بس، يعتمد على اللعيبه كلها. نعم تمام، اشكرك يا احمد على وجودك معانا. زي ما حضراتكم شايفين 9 سنين و10 سنين ويعني و50 سنه و60 سنه و30 سنه عندنا، يعني هنا موجود كل الاعمار. الحقيقه سعيد جدا بالتفاعل اللي حضراتكم معايا، وبعتذر جدا، انا اسف يا جماعه. ان شاء الله بكره مش عايز اقعد اقول بكره، ان شاء الله بكره بعد المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم، وان شاء الله نحتفل ونعمل لكم حلقه تليق الحقيقه بمشاهدي وبمواطني مصر الحقيقه، لان انا عارف ان في ناس كتيره هتتفرج علينا بكره. نتمنى ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا ونفوز في المباراه. اخيرا زي ما بقول لكم، في كثير من جمهور نادي الزمالك او بعض من جمهور نادي الزمالك انتقدني ان انا انتقدت باسم، قلت له او يعني ان هو قال ان هو يعني مش فاضي او ما اتفرجش على مباريات منتخبنا القومي عشان كان نايم. انا سمعتها بوداني الحقيقه، مباراه مصر وتونس تحديدا، فانا الحقيقه قلت ان باسم احنا كمان مش عايزين نتفرج، يعني احنا كمان مش عايزينك تتفرج، او مين قال لك ان احنا عايزينك تتفرج على المنتخب؟ الحقيقه يا جماعه في بعض الاوقات لازم تكون قاسي. كان رد فعل باسم ايه؟ باسم طلع اعتذر للناس كلها الحمد لله يعني، وحتى لو انا كنت واحد من الناس اللي عملوا كده ما عنديش اي مشكله، ولكن انا يهمني باسم مرسي لعيب كبير ولعيب له مستقبل مع نادي الزمالك خلال الفتره القادمه، ولكن هو كل شويه عايز يتقرص من ودانه. هنعمل ايه؟ كل شويه عايز يتقرص من ودانه، لازم نقعد نقرص في ودانه. دي ما فيهاش اهلي وزمالك على فكره، عشان برضو تبقوا حضراتكم عارفين. والناس اللي بتقول ان عصام الحضري قال هذا الكلام، لان في ناس بعتالي حتى بتقول لي ان عصام الحضري قال هذا الكلام، عصام الحضري لما قال هذا الكلام لم يكن منتخب مصر بيلعب في بطوله كاس الامم الافريقيه، عشان تبقوا حضراتكم عارفين. لو باسم برضو قال هذا الكلام في وقت لم يكن في
الشحن والناس كلها بتتفرج على المنتخب والكلام ده كله، اعتقد ان ما كان كلامه هيعدي. ولكن المشكله ان في وقت صعب جدا جدا باسم بيقول هذا الكلام، ولانه لعيب كبير الحقيقه وله وزنه وثقله في مصر، فاعتقد ان الناس كلها لامته على هذا التصريح. قد اكون قاسي شويه على باسم، ولكن قسوتي دي الحمد لله ان هي جابت نتيجه. لكن في النهايه باسم بالنسبه لي اخويا الصغير، يعني ما عنديش اي مشكله معاه، ولكن دوري وواجبي ده اللي انا شايفه واعتقد ان انا بعمله من خلال وجودي في قناه محترمه زي ما قلت لكم يوم الخميس في احتفالنا بالعيد ال15 لقناه النادي المحور. قلت لكم ان احنا دايما لما بتتكلم على المحور بتقول قناه محترمه، فيجب ان انا اوصل الرساله، رساله الاحترام من خلال هذه القناه المحترمه. وبالتالي عشان كده انا بقول لحضراتكم قد اكون قاسي شويه على باسم، ولكن هو اعتذر وقال للناس كلها ان هو يعني قعد قال لك اقسم بالله ان انا ممكن اسافر الجابون وامسك العالم واقعد. ما هو ده اللي احنا عايزينه، هي دي الروح، هي دي الانتماء. ما حدش يقدر يقول لحد ان انت مش منتمي او ان انت ما بتحبش بلدك، ولكن زي ما كنت قاسي عليه انا اول واحد بيقبل اعتذاره، ما عنديش اي مشكله ولا ادنى مشكله. ولو باسم بيلعب في الاهلي هقول هذا الكلام، لو باسم بيلعب في الزمالك هقول هذا الكلام، لو فلان طلع من الاهلي وقال هذا الكلام في هذا التوقيت هتلاقوني بقول هذا الكلام. فمش عايزين مزايدات يا جماعه من فضل حضراتكم في هذا الموضوع. الناس اللي نازله تشتم والناس اللي نازله، انا ما عنديش مشكله على فكره، انا ما بتضايقش، لان انا عندي رساله بحاول اوصلها للناس. رسالتي ان انا اكون قاسي في بعض الاوقات على لعيبه انا اعتقد ان هم من افضل اللعيبه، مش بتكلم على باسم بس، بتكلم على لعيبه كتير ان هم من افضل اللعيبه، ولكن كل شويه كده لازم يتقرس لهم ودانهم. وخد بالك انت لعيب، وخد بالك يا باسم، انا بوجه كلامي لباسم، انت لعيب كبير، لما تيجي تتكلم على اسم مصر او منتخب بلدك لازم تتكلم بحرص شويه حتى لو ما كنتش قاصد هذا الموضوع. يعني التليفونات طبعا لسه بتلف في وداني، لكن خلاص يعني احنا خلاص افورنا، والمفروض ان احنا كنا نخلص من 10 دقائق. لكن عموما سعيد جدا بتفاعل حضراتكم معايا، وبعتذر لكم جدا على هذه التليفونات، وان شاء الله بكره هنلتقي مع حضراتكم. انا عارف ان بكره احنا طالعين حلقه استثنائيه ان شاء الله، ان شاء الله تكون حلقه بعد فوز منتخبنا القومي ببطوله كاس الامم الافريقيه، وهنعمل لكم مفاجآت كثيره جدا في هذه الحلقه. في نهايه هذه الحلقه انا بشكر ناقدنا الرياضي الاستاذ ياسر عبد العزيز المشرف العام على البرنامج، محمد الخميسي ومحمود الشيخ فريق الاعداد محمد وحيد المراسل، ومنافذ انتاج احمد الباشا، ومدير انتاج خالد عزام، فريق الاخراج شريف محمد واحمد سليمان، ومخرجنا الكبير وليد سليمان. انتظرونا غدا وتغطيه خاصه على المباراه النهائيه، وان شاء الله ان شاء الله فوز منتخبنا القومي ببطوله كاس الامم الافريقيه الثامنه. انتظرونا غدا بعد مباراه مصر والكاميرون، وحلقه خاصه واستثنائيه وكثير من المفاجآت في ملعب الشاطر.